أنصر عن النقل في المدن الخاص بسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة. السائقين الذين يستغلون بعض الرخص الممنوحة لأشخاص آخرين، عندما تنتهي مدة العقد تتم مطالبتهم واحد مبلغ مالي كيتسمى الآن بالحلوة. فالآن اتخذ القرار بمنع هذا الأمر، اتخذ القرار بمنع هذا الأمر. ثم أيضا الإعلان عن بدء مشروع إصلاح شامل لهذا النظام يتم تنزيله في أقرب الأجل. وفي اللقاء ذاته عقب مجلس الحكومة، قال وزير الصحة فصيل الورد